كرة ثابتة وكان موجود في الموعد محمد علي بن حمودة في هذه الكرة. أول لاعب محمد أمين أمامه، سننتظر في الحقيقة فما زوز لاعبين على الكرة، محمد علي بن حمودة واضح هو اللي ممكن يسجل هذه الكرة، هاي اللي عادة سيفل المحجوبي ومحمد علي بن حمودة. بالفعل محمد علي بن حمودة يسجل الهدف الوحيد إلى حد الآن في الدقيقة 64، يصبح التقدم للنجم الخلادي بهدف مقابل صفر، هدف محمد علي بن حمودة. مشكورين الزملاء في سامي الدغري، محجوب السحامي اللي في الإذاعة، مراد المجدوب، إعلامية جلال بن عمار، فتحي الزهيري في التنسيق، أكيد الإذاعة عبد الغفار، ما ننساوش التصوير مختار الطاهري، لطفي سيسي، بسام الغراري، وفي الإخراج محمد علي الشريف. مع تحيات أنيس اللاسحباني، وإلى اللقاء في لقاء قادم.